شايفاك هتاخد قرار قريب ان شاء الله، يعني شايفاك هتاخد قرار بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاطفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها. هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر، ان انت يكون ليك رأي، ليك كلمة، انت اللي بتتحكم، بس مش هتظلم الطرف التاني. يعني انت في نيتك انك انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك، لكن ما من غير ما تظلم حد. ده تفكيرك انت، لكن انا شايفة عتاب كتير، بس ممكن يكون بعد العتاب ده في صلح. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم دي علاقة زوجية قديمة عن حب لبعضكم، كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده، او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده. شايفاك في حاجات مش فاهمها يا برج الجدي، ده بالنسبة لوضعك انت. الطرف التاني بقى الزوج او الزوجة، يعني انا شايفة انت مع طرف متحفظ شوية، عنده فعلا شوية غموض في تحفظ، بس الطرف ده تعبان، يعني الطرف ده تعبان متضايق. ممكن للبعض الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في سفر، او تكونوا من بلاد مختلفة. في وضع انتوا فضلتوا فيه، الوضع ده فضل متعلق لفترة، او هو بالنسبة للطرف التاني هو فضل متعلق معاك في وضع من فترة، لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش. يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت، او مستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش، والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة، يعني او هو شايفك كده. دي نظرة الطرف التاني بالنسبة لك. في حب، في حب، علاقة روحية، في علاقة روحية، لكن في حزن، في حزن، في جمود، في وضع متعلق، في خسارة، في غموض كمان، في حد قلبه مكسور. ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مكسور منك، يكون حاسس ان انت خدعته. ممكن تكون القراءة عكسية، لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قرار، يعني عايز يحسم المسألة دي. انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين، في مسألة في علاقتكو هو محتاج ان هو يحسمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية، ان هو بيفكر، محتاج يفكر بحكمة، او محتاجك انت تفكر، يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة، محتاجك تشوفها بشكل تاني. هو شايفك كمان حد كويس، يعني هو بيشوفك حد كويس، بيشوفك حد ناجح، بيشوفك حد ليه مستقبل، بيشوفك حد عملي، او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح، عندك يعني قدرات خاصة بانك تحقق اللي انت عايزه. كمان بالذات لو انت ست من برج الجدي، هو بيشوفك متميزة، بيشوفك مستقلة بذاتك، يعني شايف عندك حاجات كتير، مميزات كتير حلوة، وفي حب كمان، لكن في وجع كتير جدا في العلاقة دي، في وجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين، يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك، اتكلم مع الطرف التاني، قول اللي في قلبك، قول اللي انت بتحس بيه، بلاش طول الوقت تفضل مخبي او كاتم او مش عايز او مش عايز تبين. لا، اظهر مشاعرك، اتكلم، يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني استعمل الحكمة، يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك يعني تكون متهور، او انت تفتكر ان انت كده حد اهوج، او انت بترمي نفسك. لا، كل حاجة ممكن تتصرف فيها وتعملها مظبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك، او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك بشكل انت تشوفه ان هو يليق بيك. ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد، يعني ممكن تسأل حد، او انت في حاجة مش بتظهرها، ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجدي،
الكروت هنا بتنصحك انك تظهر عواطفك. هنا برضو الكينج اوف كابس يعني شايفاك مقدم كيسك بس فاضي، يعني ما فيهوش اي حاجه، لكن انت عندك حب، اظهر العواطف دي، بينها. كمان هنا انت قافل على نفسك وقافل كده على كل حاجه جوه حضنك، مش مبين اي حاجه، لا اظهر كل حاجه. الطاقات اللي موجوده معايا في القراءه، موجود معاك الطاقه الترابيه، موجود معاك الطاقه المائيه، موجود معاك الطاقه الهوائيه والناريه، مش كتير قوي يعني. الابراج اللي موجوده، شايفه عذراء، شايفة حمل، شايفة ثور، شايفة ايه تاني، شايفة سرطان، شايفة جوزاء، شايفة قوس، شايفة اسد. دي طاقات ودي الابراج اللي موجودة معايا، او في جوزاء اهو هنا تاني، في اسد، هي دي الابراج اللي موجودة معايا يا برج الجدي في القراءة للمتزوجين، ونروح للمنفصلين والمطلقين. قراءة المنفصلين والمطلقين هنقسمها 3 مراحل، ماضي حاضر مستقبل ونصيحة، وهنشوف كمان ايه شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه، علشان لو حد بيسأل عن رجوع. الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفصلين ومطلقين، هقولك طاقتك الأول في الفترة دي. الدفء، أنا شايفة طاقة الانفصال، طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني. شايفة بعضكم ممكن يكون لسه باصص على الماضي، أو لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. شايفة جرح كبير جدا في القلب، ممكن يكون في انفصال او في طرف ثالث في الموضوع، او يكون الانفصال بسبب كده. الاول انا شايفاك انت في الماضي برج الجدي، يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة، علاقة حب سعيدة، فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف ثالث، والقراءة ديت الطاقة اللي موجودة قدامي، يعني ممكن يكون ده عند البعض، ومش شرط الطرف الثالث يكون حب يعني او شخص ثالث، يعني ممكن يكون اي اطراف. يعني شايفاك في الماضي انت عانيت كتير، بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا. ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص مسافر او من بلد تانية، او ثقافة تانية غيره، يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني، في اختلاف وفي بعد، ممكن بعضكم في بعد في المسافة، لكن انا شايفة في العلاقة دي في الانفصال ده طرف تالت بجدارة في الطاقة وفي القراءة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا، شايفاك كنت تعبان بتعاني جدا من العلاقة دي، ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد، او تعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة ان هو يبعد وينهي العلاقة دي. يعني انا شايفة علاقة زواج منتهية، وممكن ما تكونش كانت زواج، لكن في عندي هنا كتير زواج. في الوقت الحاضر بالنسبة لك انت لسه بتفكر في ماضي، لسه بعضكو ممكن يكون في انفصال، لكن مفيش طلاق، لسه بتفكر برجوع، لسه يعني بتقول ان ممكن، يعني عندك الزوارلد، يعني انت عندك هنا بالنسبة لك، انا شايفاك في الاول في وقتنا ده انت متكتف، انت في وضع مش شايف حاجة، مش قادر تقدم خطوة ولا تأخر ولا تتصرف ولا تعمل حاجة، انت في وضع في وضعك الحالي انت متكتف ومقيد، مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفاك بتدافع عن نفسك، ممكن تكون بتدافع عن حياتك، ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهتش، مصمم انك ترجع الطرف التاني ليك. في هنا برضو طرف تالت نفس الموضوع، في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر
دي يعني هدم علاقة، ذا تاور دي هدم علاقة، يعني علاقة خلاص هي انتهت. كمان عند بعضكم هي انتهت بأسلوب مش حلو، يعني الطرف التاني او انت، وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف التاني لما نهى العلاقة يا برج الجدي كان بطريقة، يعني لما مشي بطريقة مش كويسة، هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش كويس. ده بالنسبة للمنفصلين والمطلقين، يعني بعضكم الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة، طاقة خبيثة، طاقة قوية، مسيطر عليه شهواته ورغباته، يعني ما بصش لأي حاجة، ما عملش حساب أي حاجة، كل مسيطر عليه شيطانه، يعني هو ماشي شيطانه بس هو اللي مسيطر عليه، وان هو ينهي العلاقة دي. شايفك بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفاك مكتئب منعزل، بتبص على خسارة، لكن على فكرة انتوا عندكم خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة. شايفاك كمان كتير حذر في الوضع، في الوقت الحالي اللي احنا فيه، لان دي قراءة الحاضر، كتير حذر، كتير بتحافظ يعني على نفسك، على مشاعرك، او تكون بتدافع عن نفسك، تكون متهم بحاجة، او حد بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك. قافل مشاعرك خالص. ممكن يكون بعضكم جاله رجوع ورفض، يعني رفض الرجوع، بالذات العلاقات اللي فيها علاقة ثلاثية. انا شايفاك هنا قافل على نفسك خالص، شايفة في الوقت الحاضر في بلوكات، بلوك كتير، ورفض للطرف الاخر او رفض الطرف الاخر ليك يا برج الجدي. المستقبل بتاعك، هنقول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات، بندمج في القراءة وبنسى الطاقات. انا شايفة معاك في القراءة دي طاقة نارية، مائية، هوائية كمان. شايفة وترابية، كل الطاقات موجودة، كل الطاقات موجودة معاك في القراءة برج الجدي. الأبراج اللي موجودة، شايفة السرطان، شايفة الميزان، شايفة العقرب، شايفة الحمل، الثور، الجدي، الطاقة بتاعتك. وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج، من برج الجدي. لو شفت حاجة تانية هقول، لكن هي دي الأبراج اللي أنا شايفاها حاليا قدامي، والجوزاء والقوس دول حاليا، لكن كل الطاقات موجودة. نروح للمستقبل بتاعك إن شاء الله. أنا شايفاك يعني أنت في عندك علاقة حب جايلك، علاقة حب، لكن يعني ممكن تكون تقليدية، او ممكن تكون هترجع لعلاقة من الماضي تاني، او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب والعلاقة دي هتكمل. بس انا شايفاك يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية، يعني مش مدي الامان قوي، او في حاجة مش واضحة بالنسبة لك. هي علاقة حب وهي متبادلة على فكرة، لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين، لكن انا شايفاك انت حذر. ممكن ده يكون بسبب حاجات انت تعرضت لها في الماضي، فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفاك عندك غموض، شايفاك حذر شوية في العلاقة، وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك او اللي هيكون معاك في العلاقة، لكن هي علاقة حب متبادلة. شايفة كمان يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر، نضوج فكري وعقلي اكتر، يعني بسبب كل الحاجات، ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا، عجلة الحظ هنا، هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده، يعني انت هتفكر بعقل جدا كتير في المرحلة اللي جاية، هتكون منعزل، هتكون بتفكر كتير، كل امورك بالعقل والحكمة، هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله.
يعني شايفاك ثابت في الفترة اللي جاية، وانت اللي بتقرر وانت اللي بتختار، عندك يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية، مش هتكون خايف على حاجة، مش هتكون خايف على حد، يعني بتتصرف بعفوية. في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها، لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف ثالث، او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي من غير اسباب او بطريقة مش كويسة، يعني هد الدنيا بشكل مش كويس، انت شوية هتكون حزين او زعلان على حاجات انت عملتها في دي قدمتها وخسرت فيها. يعني بعضكم عنده اخبار حلوة كمان، فيها تجيلك اخبار حلوة تجيلك بسرعة في الفترة اللي جاية. في كمان عندك امنية وانت متحمس جدا بان انت تنفذها. برج الجدي في عندك امنية نفسك تحققها ومتحمس قوي لتحقيقها، وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق، وممكن دي اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله. واحتمال كمان لان هي جنب الكارت بتاعك، احتمال تكون يعني بخصوص حد من الماضي، بخصوص شخص من الماضي يرجع. ايه تفكير الطرف التاني اللي انت منفصل عنه فيك يا برج الجدي؟ يعني هنا ممكن يكون شايف ان هو خدعك، ان هو ظلمك، او يكون هو مخدوع، او يكون هو مظلوم، هو متدمر او شايف ان هو دمرك، يعني هو يعني جابك ارض على الاخر. يعني ممكن يكون ضميره بيأنبه، حاسس بحمل تقيل، في تردد كمان بعضكم لو يعني في رجوع، لكن هو متردد مش قادر ياخد قرار من ناحية رجوع. لا حاليا مش عارف ياخد قرار في ان هو يرجع، يعني هو خايف، ممكن كمان يكون خايف من عتاب، خايف من لوم، خايف من تدخل اشخاص تانيين، يعني في هنا خوف انا شايفه. وفعلا شايفه لو هو رجع ممكن يكون بعضكم يعني مستحلف او حاجه، في عتاب قوي هيحصل لو الطرف التاني رجع وهو عارف كده. شايفاه ممكن يكون بيفكر ان هو يرجع بس بطريقه غير مباشره، بيشتغل على كده على فكره، يعني هو قاعد يدقدق كده مع نفسه، هو شغال على كده، ممكن ان هو يكون يرجع بطريقة غير مباشرة، او ان هو ما يعرضش نفسه للعتاب القوي اللي ممكن يتعرض له ده. هو كمان عايز يعرف اخبار عنك، ممكن يكون عايز يعرف اخبار عنك، هو يعني شايف ان انت غامض شوية او في حاجات مش واضحة بالنسبة له، عايز يتأكد من حاجة، عايز يعرف انت مرتبط ولا مش مرتبط، انت عرفت حد تاني ولا لأ، يعني ممكن يكون هو ده تفكيره، لان هو في حاجات مش عارفها ومش قادر يعرفها في الوقت الحالي. زي ما قلت انتوا عندكم في العلاقة في تدخل اشخاص كمان، يعني في علاقات هنا انتهت بسبب تدخل اشخاص تانية غيركم في العلاقة، انتهت بمشاكل كتير. الطرف التاني شايف كده، شايف ان في ناس بتتدخل في العلاقة، علاقة حصل فيها مشاكل كتير جدا، لكن في تأخير شوية في الرجوع، لان الرجوع في قلق وفي خوف وفي حد مجروح جامد وفي حد خايف من عتاب ولوم او تدخل اشخاص تانيين، فالرجوع نيته موجودة لكن في قلق شوية من ناحيته. النصيحة بتاعتك بالنسبة للمطلقين والمنفصلين برج الجدي، يعني انت، هو بيقول لك يعني ان انت تعبان جدا، هو شايف كمان الطارو شايف انك في امور انت مديها اكبر من حجمها، هي مش بالمعنى اللي انت شايفه او هي مش بالصورة السيئة
او السلبية اللي انت شايفها، حاول تستشفي، تقعد مع نفسك شوية، تراجع اخطائك او اخطاء الطرف التاني، تفكر في الموضوع بشكل يعني بس وانت مرتاح، مش وانت مشوش وتعبان او بتفكر في السلبيات او بتفكر في المشاكل اللي حصلت لك. لا، ابعد عن كل ده وفكر بهدوء، بعدها هتلاقي حلول كتير. يعني بص، هنا بعد ما انت فكرت بهدوء، هنا بيقولك انك في عروض كتير حلوة قدامك، في عرض كمان، في عرض يعني رباني من عند ربنا، في خير هيجيلك ان شاء الله، في حب حواليك يا برج الجدي، بس انت مش شايفه، انت باصص على حاجة معينة هي اللي انت عايزها، او بعضكم فعلا يكون بيفكر في رجوع للماضي. حاول تتغلب، يكون عندك صبر وتتغلب على كل مشاكلك وعلى كل حاجة حصلت لك، وتسيطر على المشاكل والطاقات السلبية اللي حواليك علشان توصل في النهاية. يعني الكروت ترتيبها بصراحة عجبني جدا، العلاقة كويسة، لحاجة كويسة، انت بتفكر في ارتباط، بتفكر في حب، بتفكر في نجاح علاقة، ده اللي انت هتوصل له ان شاء الله، بس بعد ما تسمع النصيحة دي بترتيبها كده اللي احنا قلناه. كل ده يجيلك، كل ده عندك، كمان فيها استقرار هيكون مادي ان شاء الله. عندك استقرار مادي في المرحلة اللي جاية مع العاطفة ان شاء الله. في حاجات كمان كتير بعد ما تعمل كده، في حاجات سيئة كتير جدا انت هتسيبها وراك، سيب ماضي سيء جدا وكان متعب كتير بالنسبة لك، هتنتهي منه تماما وهتروح لحياة جديدة تانية خالص، فيها حب وفيها عطاء متبادل في المرحلة اللي جاية، بس تخلص من الطاقة السلبية، حاول تسيطر على وضعك وعلى مشاكلك، وما تاخدش الأمور بالسوء القوي اللي انت شايفه عليه حاليا، هي مش كده، طارو بيقولك ان الموضوع مش عامل كده. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونروح للعازبين والغير مرتبطين.